شكرا لكل هذه الجماهير التي جاءت لتناصر المنتخب الجزائري، لتقف إلى جانب المنتخب الجزائري حتى في المباراة الودية التحضيرية، لتشجع عناصر المنتخب في المشوار. هاي رائعة جدا، رائعة ممتازة من حشود، الاستلام وفي المكان المناسب، في الانتظار في من جبور وعلى الطائر دون انتظار في شباك الحارس داودة، إنه ثاني.